طبيعة الحال ممكن يكون التقصير، ولكن التقصير خارج على الإرادة ديال الجمعية. الجمعية اللي كانت تأسيس ديالها في 2001 وهي كتصارع مع المجتمع اللي ما باغيش وما قادرش باش يبين المريض، ما باغيش هذيك التمثلات ديال المجتمع اللي عند الناس مريض بالصارع خاصو يدوز بعدي الساعة ربع مرياح إلى غير. إذا كتصارع مع المجتمع كتصارع مع الجهات المسؤولة بلا ما نطول. هذا المحضر ديال الممثل المندوبي يعني القديمية بطبيعة الحال كيدخل في هذا القطاع تقريبا يوماني وهذا في المندوبية بين المندوبية والإدارة ديال مستشفى للا مريم سيمانة باش كذا أسبوع يومين غير اللي كنتسنى في الساعتين ديال السوايع باش نشوف المندوب أو باش نشوف المديرة ديال للا مريم. بطبيعة الحال هذا إكراه ربما لما بالنسبة للمندوبية تقول بأن ما عندناش تقريبا اللي عندنا كلفة الفوري ديال الجمعيات ما كايناش السبت عندها التزامات كذا إلى غير ذلك. ربما لسوء حظنا أننا اخترنا واحد النهار وواحد التوقيت ماشي مناسبين لأن غادي نحاولوا نتعرفوا هذا الخطر. حني المندوب على المديرة ديال منى مريم بطبيعة الحال المديرة قالت لي واخا يمكن اشتغلنا فتينا ما حضرتيش عطينا سميتو المدير ديالو ما عرفتش شنو دارت واش عدم الحضور هو كيدخل في تقدير التهرب من مسؤولية واظن هو جبرنا بطبيعة الحال المساعدة من المندوب الجهوية في طنجة وطبعاً تكون كانت لها من الدعم والمساعدة وفي إطار جانا الدكتور حسون مشكورة جانا الدكتور الخاكي في القطاع الخاص. إذا هذا الكرات إذا خصكم تحاولوا تفهموها إذا وبلا بيكم يمكنش الإطار يمشي لقدام. إذا حنا داخلين في أنشطة وكنحاولوا ننوعوا الأنشطة ديالنا من بين الأنشطة التنشيط المسرحي، والتنشيط المسرحي راه عنده واحد الدور في التواصل مع الجمعية وواحد الدور في علاج المريض. المريض ما كيبقاش من زاوية ومطاوية على نفسه إلى غير ذلك. إذا حاولنا نخرجوا من هذيك القوقعة ديال العروض والمحاضرات حتى المريض يعني يقول لك وانا غير كيسمع هادشي راه عارفه بطبيعه الحال الطبيب عنده الدور ديالو عنده الوظيفه ديالو ولكن هذا الاطار كذلك عنده الدور ديالو والدور ديالو ما يمكنش يتحقق الا بكم. اذا خص يكون واحد الاطار اللي يجمع المريض ويجمعه على اساس باش يسمع باش يوصل الصوت ديالو للجهات المسؤوله. بطبيعه الحال التوصية اللي تكلم عليها الدكتور حسون هي اللي كنشتغلوا عليها. إذا خاص يتوفر الدواء وطبيعة الحال تكلمنا عن المندوب ديال المندوب الإقليمي قال لك حاجة المرضى عندنا الدواء في المراكز الاستشفائية المراكز ما كايناش الناس كتقارب كاين المستشفى الإقليمي كاين إسعافات هو اللي كاين يرخص ما غادي يمكنش دائما يشد المريض أو الجمعية تصيفط المريض الإسعاف. إذا خاص هذاك المركز كما كان كل حومة عندك المركز خاص يبقى هذا المركز. وحتى إذا تكلم المندوب على الدواء كاين ستوك كاين عندهم في سميتو وفي القصر باش يتشاف العلاليش إذا كيقول لك جيب لنا اللائحة ديال المرضى فين هو من المرضى ما كاين. إذا بطبيعة الحال إذا ما كانش هذاك التواصل أنا راه تقريبا يوميا التليفون ديالي كيمشي من هنا كنتصل بكم وراه عارفين هذه المسألة وكاين اللي كيجي وكيجي مرة وكيجي حالة وكاين اللي ما كيجيش ما صوبقش. إذا فكيفاش بغيتو الجهاز المسؤولة تنزل لهذا التحقيق من المطالب ديالكم وإذا ما كنتوش قادرين باش توصلوها وباش تكلموا عليها وتكلموا عليها بحال الإطار ماشي كي نتكلم عليها بوحدي غادي نمشي مثلا للسبيطار أو غادي نمشي
شي مثلا جهه مسؤوله طبعا شحال هذا راه كاينش الامكانيه بلا بالضغط العمل الجماعي راه هو بين الضغط اذا ما تحملناش راه ما كاين والو كل واحد غادي يمشي لذلك وغادي يقدم على العلاج ديالو بالوسائل ديالو كاين اللي ما غاديقدرش يوصل للطبيب وغادي يمشي عند الطبيعه شحال الحي وغادي يمشي عند غادي يمشي للبديل اللي ماشي بحال اذا حنا الاطار ديالنا اذا كيحاول ما امكن ينزل هادشي من سميتو للجهات المسؤوله سنعمل من اجل ابلاغها للجهات المسؤوله فيما في المجلس البلدي ما يكونش عندو يكون عندو الاهتمام بسميتو بالخصص اللي كاين عندنا الضروره